لوزان اجواء حلوه كثير عم نعيشها من مسرح البلاتيا. لاحظوا هالاجواء الجماهيريه الحلوه وهالكيج كمان يلي عم نشوف فيها هالمواجهات القويه بالسيدر فايتنج تشامبيونشيب. مواجهات بالميكس كومبات. هون سيلفيا عم تشوف الحكام عم يضعوا نوع من الكريم على وجوه اللاعبين. شو هالكريم هيدا؟ بحطوا فازلين تما تنشق الجلدة اذا على ضربة في بوكس. نعم. على ضربة تنشق الجلدة هيك بيسحط البوكس على الوجه. بيسحط شوي. نعم. عم تشوف داخل الكيج اذا محمد خير المحمود من سوريا الوزن تحت ال 57 كيلوغرام. ومن لبنان رولان يعقوبيان رح يواجه اكيد محمد خير المحمود. وكل لاعب عم بيدخل على موسيقته الخاصه سيزيو. مظبوط. ورولان انا شفته كيف تمرن. تمرن بطريقه فيري بروفيشنال. كنت شوفه عم يتمرن مع كوتش هشام، مع الزميل تبعه جورج برداويل، مع الزميل تبعه اليز غيب، مع جورج عيد، كلهم عم يتمرنوا سوا وان تيم، يعني كانهم تيم واحد، كانهم قلب واحد. هيدا شغله كثير مهمه بالامامي. اذا تحت 57 كيلو جرام عم تشوف لاعبين اكيد باجسام صغيره نوعا ما، وكمان ما في وزن، يعني السرعه رح نشوفها خلال هالفايت هيدي مثل ما قلت فؤاد سامي. اللاعبين جاهزين؟ اللاعبين جاهزين. Again عندنا الحكم بده كده تقيعه للجمهور. راح يكون مع اللاعب اللبناني بطبيعه الحال. ايه بس انا صراحه ما بحب بس يكون ما في بحب الواحد العاديه تكون شوي بالجمهور. بس اكيد كلنا مع لبنان وكلنا مع اللبنانيه ونشجع لبنان. رولان يعقوبيان والحماس الكبير لكل الجمهور باسم رولان مع انطلاء الراوند 1 بالسيدر فايتنج تشامبيونشيب. محمد خير المحمود بمواجهة رولان يعقوبيان لوزن تحت 57 كيلوغرام مع اطلاع الفايت. بلشنا نشوف السرعة بالإجرين عن رولان، بلشنا نشوف إنه باك فيست كثير حلوة. نعم. ما صابوا فيها بس. تحت
تحرك الاجرين دمهم سيلفيو اكيد اهم شيء الاجرين بال ان كان بالبوكس بالجوجيتسو او بحال الاسبور ايطالي حركه الاجرين كثير مهمه. حاولت هجوم هون مباغته من اللاعب السوري وبفاجئه دغري نزلوا دغري على الارض نزلوا دغري هون اخذ سايد كنترول اخذ سايد كنترول رولان هيدي احسن بوزيشن فيه يكون فيها هلا يعني نشوف رولان كيف بده يستفيد من هالبوزيشن كيف بده يجرب يقدر يخلص الفايت هلا اذا شفنا هداك اللاعب حتى اجرى اجر تمار رولان يقدر يطلع عليه كليا اون فول مونت بوزيشن ويقدر يقضي عليه بضربه قاضيه بحاول يقوم هون اللاعب السوري بينجح هون انه هون عم نشوف السوري هو طلع على رولان مش عم يقدر يرجع بيقوم رولان كمان يعني عم نشوف انه عن جد اول جوله كثير 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 مضغطه وكثير سريعه اللاعبين اثنين عم بيعطوا كل شيء في بطاقتهم تيقدروا يربحوا من اول راوند مثل ما عم نشوف هون رولان رجع اخذ سايد كنترول بس نشوف هون اذا رح ينجح انه يثبت اللاعب السوري هالمره كمان هون عم محاوله رولان بيرجع عم نشوف كيج كنترول لمحمد ني بعده حابسه على الكيج مظبوط اللاعب السوري يلا رولان رجع بلمو رولان رجع ياخذ سايد كنترول بيرجع بيقوم حلوه كثير رجع نزله تيك داون بعد مره وجهها على الارض عم بتكون يعني بالراوند 1 مظبوط اثنيناتهم هيئتهم بيلعبوا كثير منيح على الارض رولان عم يلعب جوجيتسو كثير حلو والملاكم السوري محمد كمان عم يفرجينا تكنيك كثير حلو على الارض في تعب كمان هون بلش يظهر هون رولان رجع بيقوم رولان هون وبياخذ هو عم بياخذ هو إذا ركبت معه لرولان هالحركة بيكون ثبته وبيكون ربح الفايت لازم يطلع اجره اليمين من بين اجريه ويطلع فول ماونت مش عم بخليه اكيد حبسته اجره وبيطلع بيحاول هون مش عم هلا ظبطت معه بس رجع بعد 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 رجع اللاعب السوري هو اللي اخذ زي الامور هون محمد خير المحمود نهاية راوند 1 حماسية جدا بين اللاعب السوري محمد خير المحمود ورولان يعقوبيان باللبنان عم بيفرجونا اداء كثير 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 حلو من اول راوند عاطين كل شيء في طاقه فيهم فايت كثير حلو صراحه صار لي زمان مش شايف فايت هالقد حلو بلبنان وبالبلدان العرب كلهم تنشوف الراوند الثاني اذا رح يكون عندهم هالقد قوه تيكملوا لعب وتيكملوا تيكملوا الجوله الثانيه والثالثه هون عم نشوف رولان يعني هلا صرت اعرف صراحه سيرجيو ليش هالرياضه عندها جمهور كبير وعندها متابعه قياسيه بكل دول العالم عن جد حماسيه جدا وبتعلي الادرينالين يعني واحد عم يحضر بحس حاله انه بده يقوم هو بيقوم يلعب هو مزبوط مزبوط هون عم نشوف بعض لقطات الراوند 1 نشكر اكيد الفريق التقني بقياده المخرج فادي حداد بلاقي الراوند 2 بين محمد ورولان لهلا الافضليه لمين تعتبر بالراوند 1 لا اكيد لرولان اكيد لرولان لانه جرب ياخذوا تشوك جرب ياخذوا انبر يعني اكيد رغم انه اللاعب السوري قدر يجيب كمان نقاط يعني اللاعب السوري لاعب راوند اول راوند كثير نعم. حلوه لانه زمط من اثنين سايد ماونت زمط من انبر زمط من تشوك يعني عنده اداء كثير حلو مبين عليه اللاعب السوري بعد ما تعب هون هو ببادر بالهجوم مع هالكيك الحلوة على خصره لرولان حلوة كثير حلوة كثير هجوم كمان بيحاول يثبته
بقاله اكيد ينتبه على رقبته هون كوتش وسام. عم بجرب ياخذ له رقبته اللاعب السوري بس مش عم بيقدر. رولان عنده دفاع كثير قوي وكثير حلو. يتخلص منه هون اللاعب اللبناني. نشوف محاولة الهجوم هالمرة لمين راح تكون. لاحظوا الكيكس على ظهره لمحمد كيف معلمين بقوة يعني. مزبوط. احمرار كثير كثير قوي. مبينين أكيد على الكاميرا. كل الجمهور بالبلاتيا رولان رولان. ولع البلاتيا ولع البلاتيا عم نشوف أنه كله عم بيشجع رولان عم بيعطيه معنويات. وهجوم هالمرة للاعب السوري. محاولة تثبيت وعم يستفيد هون من بعض الكيكس. هون عم نشوف رولان عم ياكل ملاكمات كثير قاسية. عن جد مش عم بيقدر يعمل كنترول. كمان كمان كمان. عم بيرجع يتركه لرولان يوقف. ليه هون تركه؟ لأنه خايف ما يرجع ينزله رولان على الأرض وهو عم ياكل ملاكمات. وإذا انتبهت أنه كان السوري بين إجريه لرولان. نعم. فهون ما بيكون بعنده موقع افضليه، لازم يكون برات اجري. فايت كثير 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 قريب. كمان هون كيك حلو كثير على الراس من محمد. كمان 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 باك كيك كثير حلوه. صار نقزين شوي رولان اخر الجولة. ونهاية الراوند 2 سيلفيو. راوند 2 كان كثير كثير حلو. الفايتري عن جد عم يفرجونا اداء بيعقد بيعقد بيعقد. هلا الحكيم عم بيشوفه لرولان تيعطي اوكي انه فيه يكمل باللعب. عطى اوكي وراح تكمل الجولة الثالثة. هيك الكدمات قوية رولان يعني لكمات وكدمات قوية على وجهه خاصة. شفنا بالراوند 2 اللاعب السوري قدر ياخذ كذا كيك باجره وكذا لكمه كمان على وجهه. مظبوط. لرولان. انطلاق الراوند 3. هون عم نشوف الاعاده كمان لمحاولة التيك داون كانت من رولان. وانطلاق اخر ثلاث دقائق هول. عند المحترفين رح نشوف خمس دقائق كل مزبوط كل راوند كل جوله. عم بيرجع يفرجي رولان جود اتيتيود. عم بيرجع يسيطر على السنتر. كمان بعض اللكمات ورولان كمان عم يهاجم وعم يمنع اللاعب السوري يتابع بالكيكس وبالبوكسز على اللاعب اللبناني اللي كمان بيحاول هون بكيك حلوه يرد على محمد. عمل غلطة كبيرة رولان. حاول هون ينزل على الارض لينزلوا معه للاعب مزبوط. عمل غلطة هون صحت بس هذاك اللاعب خايف ينزل مع رولان على الارض لانه عارفه انه قوي على الارض. لعيب جوجيتسو مثل ما عم بتقول سيلفيو. جوجيتسو معروف كثير كثير. نعم على هيدي كمان لعبة كومبات جوجيتسو صار لها زمان عم بيلعبوها كمان يعني لعبة بيلعبوها كانوا من 20 سنة وبعدهم لهلا مكملين فيها.
مأذنين من بعضهم الفايتريه. يعني ما في وقت كثير لنهايه المباراه، لازم شوف حركه هون. يرجع يجرب رولان ياخذ تيك داون، يرجع ياخذ نجح. اوكي لازم يبرم عليه هون. شفت هلا اللاعب محمد يحو بين اجريه لرولان، هون ما عنده افونتاج رولان، هون الافونتاج له. عم جرب ياخذوا ارمبار، عم جرب ياخذوا ارمبار هون اللاعب السوري. اوه هيدا فيها نقاط كثير. لا هي ما فيها نقاط، هيدي بسموها سلام. تعب كثير اللاعب هون، ما حافظ على الطاقه تبعه محمد، حمله وكبه على الارض، يعني هيدي اكيد تعبته كثير. عشرين ثانية بس لنهاية المباراة، فيها محاولة هون، لازم يعمل شيء، لازم يعمل شيء رولان. هاك الابر كات كثير مأذية، لازم ياخذ تيك داون. يلا رولان، تيك داون رولان، ونهاية المباراة. نهاية المباراة، رولان زعلان. نشوف الحكام كيف احتسبوا النقاط ولمين رح تروح الغلبه بهالفايت. مبروك للاعب السوري، استحقها، كان فايت كثير حلو من الميلتين. فرجانا اداء حلو ورولان كمان فرجانا اداء حلو، بس اللاعب السوري عن جد مبروك له، وان شاء الله نشوفه ببطولات بكل بلدان العالم، لانه بيستحق يلعب بكل بلدان العالم، مبين عليه انه فايتر كثير كثير قوي. من بعد هالمواجهه رح نتابع فايت كمان هالمره لبنانيه بين زكريا ياغي ودانيال مسعود لوزن تحت ال 77 كيلوغرام، ورح نشوف وزن عالي شوي. يعني سيلفيو عم نشوف كمان هون صور، واكيد التروفي لمحمد خير المحمود الفايز بهالمواجهه الثانيه.